قالوا لي أهان الود عليه ونسيك وفا قلبك وحداني. تفضل نبدأ نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا مصر، أو مساء الخير يا مصر. صباح الثورة، أو مساء الثورة. الثورة العظيمة، ثورة الشباب والشعب كله اللي رفعت راسنا هنا في لوس أنجلوس USA وفي العالم كله. يعني لو قدرت اتكلم من هنا اللي ما شاء الله مش هقدر اعبر عن اللي في نفسيتي. وانا واسرتي ولادي، انا عبد الله نصار في امريكا من سنه يناير 70، ولادي اتولدوا هنا، مراتي كاميليا غنام من المحله، وانا من المحله كبرى. ابن الكبير اسمه حاتم، محمد حاتم، وبعدين دينا وسام، كلهم مولودين في امريكا لوس انجلوس، بس بينزلوا مصر تقريبا كل سنتين ثلاثه وبيتكلموا عربي وعارفين بلدهم الحمد لله. وهم دلوقتي من افخر شباب البلد هنا في امريكا ببلدهم الام الحبيبه مصر وشباب مصر اللي اثبت للعالم كله ان البني ادم المصري ومعدنه الاصيل هو بيصبر شويه وبيستحمل، لكن ده من كرم اخلاقه ومن الحضاره اللي اتبنت فيه وفي الاجيال اللي قبله وفي اجدادنا من 7000 سنه. انا من كل قلبي اتمنى لو كنت هناك في ميدان التحرير وابني وسام قاعد جنبي نفس الشيء، لكن الظروف ما سمحتش. المهم احنا معانا بقلوبنا، معاكم بقلوبنا وبدعائنا، وربنا يتمم بخير. والثورة دي بداية المشوار، انتوا عملتم بداية المشوار، ولسه يا شباب مصر قدامكم مشوار كبير بالشغل والتكنولوجيا الحديثة اللي استعملتوها اللي أذهلت العالم كله وأذهلتنا أنا شخصيا. والجيش قام بدور حضاري، دور وطني زي ما عهدنا فيه من زمان. أنا حضرت ثورة 52 قام بها الجيش، لكن الشعب أيده. من غير تأييد الشعب يعني كان احتمال، يعني المهم الشعب أيد الجيش في 52، ودلوقتي جه دور الجيش إنه يأيد الشعب في 2011. من كل قلبي بدعي لكم وبتمنى كل الخير، لكن الشغل قدامكم كبير والمجال واسع، والعمل طبعا من أجل مصر الحبيبة وفي حب مصر أم الدنيا. وربنا معاكم. وطبعا برضو كلامي للشكر الجزيل لجيشنا الحبيب وقيادة الجيش الحكيمة الموفقة. ربنا معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ولا رحمني وراني هو اللي شك في حبه